نعم الكاتب العام ديال القطاع السياحي جهوي وكاتب عام ديال فندق فرح. هذه الوقفة اللي انتم كتشوفوها هي وقفة إنذارية من أجل يعني الضغط على الإدارة المركزية اللي هي كتملص على الاتفاق اللي هي برمته معنا وما بغاش نفذوا معنا، وكان يعني من 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 المفروض يعني خصو يتم في 31 في شهر مارس يعني، ولحد الساعة مازال ما توصلنا معاهم حتى شي جواب. وهاد الإدارة هذه ما عرفناش هاد السياسة اللي بغات تنهجها، وخصوصا يعني كنسمعوا باللي الاداره المركزيه هي بايعه المؤسسه كما وقع في مراكش، يعني الاوتيلات اللي هما تابعين لنا باعت واحد الاوتيل بقات في هذا التملص مع 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 النقابات ومع هذا حتى تباع، وحنا ما غاديش يديروا لنا كما داروا الناس ديال مراكش. حنا يخرجوا لنا بواحد اللغه، لغه الصراحه، ووضحوا لنا شنو كاين، وحنا يا مرحبا بهم. احنا راه دابا مازال حنايا غادي نمشيو فهاد التصعيد وغادي نصعدوا في حاله ما الا ما تجاوبوش معنا، وشكرا. حنا اليوم جينا باش نطالبوا بالحقوق ديالنا في هذا الملف المطلبي ديال 2019 ولحد الان ما تفاعلش. يعني حنايا وعدونا بان غادي تكون هذه الزياده غادي تفاعل في 31 شهر مارس في هذا اللي داز، ولكن هاد الناس استغادوا النظر على هاد المطالب هادي، وعينا من صيفطوا في رسائل، عينا من استعشرهم باعلانات، ولكن هاد الناس لحد الان ما جاوبونا حتى شي حاجه، بقى الاهمال لحد الان. وداك الشيء باش درنا هذه الوقفه احتجاجيه، لان هنايا بالنسبه للاجور ضئيله بزاف، يعني النص ديال العامله ديال اوتيل فرح ما واصلين حتى السميك، ومع العلم ان يعني اوتيل فرح الرباط من بين الاوتيلات ديال 5 ايطوال اللي المفروض خص تكون الاجور ديالهم ديال 5 ايطوال. ولهذا داك الشيء باش جمعنا هنا باش نحتجوا ضد هاد الحقره وضد هاد يعني ضد هاد التماطل لهاد الناس ما بغاوش يعطونا الحقوق ديالنا. حتى المدني مكلف بالقطاع الخاص في الاتحاد الجهوي نقابه رباط ثلاث مرات. حنا حاضرين اليوم في هاد الوقفه الاحتجاجيه الانذاريه اللي كنعبروا فيها على الاحتجاج ديالنا، على الاستنكار ديالنا التماطل ديال اداره فندق فرح، ماشي الاداره هنا في الرباط ولكن الاداره المركزيه اللي وقعت مع المكتب النقابي مجموعه من المحاضر، كان اخرها كان محضر ديال فيفريه 2023، وكان تم فيها في هذه المحاضر اتفاق على ترقيه المستخدمين والزياده عامه في الاجور، الا ان اداره المؤسسه منذ 2019 هي كتماطل في تنفيذ هذا المطلب بالاساس، بالاضافه الى العديد من المطالب اللي سطروها المستخدمين ومستخدمات المكتب النقابي في الملف المطلبي. حنا كنقولوا لهذه الاداره انه الاحتجاج ديالنا غادي تبقى مستمره الى حين تنفيذ لهذا الوعد ديال الزياده بالاجور، وتنفيذ باقي المطالب اللي سطروها المستخدمين داخل في السنوات القليله اللي مشات. وكنتمنى انه الاحتجاجات ديالنا تلقى اداء صاغيه ويتم الاستجابه للمطالب ديالنا العادله والمشروعه، وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.